السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لوبين اردوير الجيري اللي راح يكون الجزء الثاني من سلسله الفيديوهات اللي خصصناها لنظام تشغيل ريكال بوكس. للتذكير، نظام تشغيل ريكال بوكس هو نظام من نوع لينكس نستعمله في الرازبيري بي باش نحولها الى وحده ريترو جيمينج. اذا حبيتوا اكثر تفاصيل ننصحكم باش تشوفوا الجزء الاول من هذه السلسله تاع الفيديوهات واللي موجود على قناتنا في اليوتيوب. في الفيديو تاع اليوم راح نقوم بتجهيز الرازبيري بي والنظام ريكال بوكس باش يكونوا جاهزين للاستعمال. نبداو اولا بالمكونات اللي نحتاجوها باش ريكال بوكس يكون سهل التشغيل. عندنا هنايا الفلاش ديسك اللي داخلو راح نحطو لي جو ولا اللي تيليشارجيوهم. عندنا هنايا لا رازبيري بي 3 اللي درنا فيها السيستم تاعنا ريكال بوكس. نسحقو تاني تك ان كلافي يو اس بي او لا كونفيغوراسيون دو باز تاع لا رازبيري تاعنا، و بيان سور اون مانات دو جو توت افي اوردينير USB ستاندار. هذه لا مان دو جو من بعد نقدروا نستعملوها بور لي جو، وثاني نقدروا نستعملوها في لا كونفيغوراسيون. لازم درك نجهزوا لا مانات تاعنا ولا جهاز التحكم باش نقدروا نتحكموا في الالعاب ولا في سيستم ريكال بوكس. نبداو نضغطوا على اونتري باش نفتحوا لو مينيو برينسيبال. نهبطوا حتى كونترولر سيتينغ باش ندخلوا في المينيو، نضغطوا على ا في الكلافي تاعنا. هنا عندنا بزاف انواع من اجهزه التحكم. كما تشوفوا نقدروا نديروا حتى اربعه اجهزه تحكم ولا مانات، ولا نبرونشيو مانات بلوتوث. في الحاله تاعنا نستعملوا كونفيغور ا كونترولر دائما باستعمال ا في الكلافي. هنا تخرجنا النافذه تطلب منا الضغط على اي زر من جهاز التحكم تاعنا. نضغط على واحدة منهم، وأخيرا نلقاو نافذة باش نبينو مهمة كل زر من جهاز التحكم لريكال بوكس، وفي الأخير نضغط على أوكي. الان لجهاز التحكم تاعنا ولا معترف من نظام التشغيل، نقدروا نغيروا بعض التفاصيل في ريكال بوكس. مثلا اللغه، نروحوا داخل مين منيو ونخيروا اللغه فرنسيه على سبيل المثال. اوفركلوك يسمح لنا باش نزيدوا في سرعه السي بي يو تاع الرازبيري بي. أبديت يقوم بالبحث على آخر فيرسيون لريكال بوكس. وفي الأخير عندنا كودي اللي هو ميديا سنتر يجي مع ريكال بوكس، واللي راح نخصصوله فيديو لوحده.
النظام الآن راح يروبوتي باش يأخذ بعين الاعتبار التغييرات اللي قمنا بها. كما راكم تشوفوا ريكال بوكس يجي معها عدد قليل من الألعاب الفيديو، لذا راح نورو لكم كيفية إضافة ألعاب الفيديو للنظام تاعنا. نفتحوا المنيو برينسيبال تاع ريكال بوكس، هذا بالضغط على ستارت، نخيرو اوبشن سيستم في المنيو الجديد، نخيرو ميديا دو ستوكاج بالضغط على بي. هنا نلقاو بلي عندنا زوج اختيارات، الاول هو انترنال اللي هو يمثل لا كارت اس دي تاع لا غازبيري، والثاني هو اني اكسترنال اللي يمثل اي ديسك ولا فلاش ديسك موصل باليو اس بي على لابي تاعنا. في الحالة تاعنا نقوم بوصل الفلاش ديسك تاعنا مباشرة، ونعود نولو الاوبشن سيستم. هنا نخيرو فلاش ديسك تاعنا اللي يخرج لنا على اسم نو نيم. بعد هذه العملية لازم لرازبيري تروبوتي والنظام تاعنا يعاود التشغيل. عند تشغيل تاع لابي بعد هذه العملية راح تروماركيو بلي راح تطول شوية، على خاطر ريكال بوكس راهي تجهز في اليو اس بي تاعنا باش تقدر تحط فيها الالعاب اللي لازم نجيبوها من الانترنت. تقدروا تلقاو الكثير من الألعاب الفيديو على الانترنت، بصح في هذا الفيديو راح نورو لكم صفحة تلقاو فيها سلسلة كبيرة من الألعاب منظمة بطريقة سهل البحث والتحميل هذه الألعاب، واللي هي www.completeroms.com. على سبيل المثال راح نحوسوا على لعبة من أشهر ألعاب لا سوبر نينتندو واللي هي ستريت فايتر 2. مور ما حملنا لو زيب تاع ستريت فايتر يبقى لنا ننقلوه على الفلاش ديسك تاعنا. كيما تشوفوا في لاكلي يو اس بي تاعنا كاين مجموعه كبيره من الملفات، نخيروا الملف
لأسمه روم. داخله نلقاو مجموعة من الملفات الأخرى، كل واحد يمثل نوع من أجهزة ألعاب الفيديو. هنا نخيرو ملف SNES اللي هو Super Nintendo Entertainment Station، الاسم الكامل للسوبر نينتندو. وداخل هذا الملف نحط البرنامج SMC تاع اللعبة تاعنا. دوكا لازم نوصلو الفلاش ديسك تاعنا مع الرازبيري بي ونشعلوها. نستعملوا نفس الطريقة باش نزيدوا لبيوس اللي هما البرامج التحكم المخصصة لكل جهاز فيديو جيم، واللي نلقاوها ثاني على الانترنت. باش نربحوكم شوية وقت، تلقاو في وصف هذا الفيديو صلة نحو الدرايف تاعنا، واللي تلقاو فيه كل الألعاب والبرامج البيوس اللي حملناها على الريكال بوكس تاعنا. في الأخير نتمنوا بلي فادتكم هذا الفيديو، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح نهضروا على كيفية زيادة مفتاح تشغيل وإيقاف لاريكال بوكس. قولوا لنا رأيكم على هذا الفيديو ولا على الفيديوهات الأخرى الموجودة على القناة تاعنا على يوتيوب، ومرحبا بكم على صفحتنا ولا مجموعتنا في فيسبوك. ومن طرف كل أعضاء لوبين هاردوير ألجيري نقول لكم سلام.